نتكلم شوية عن سلوك فردي ومش فردي قوي، هو ابتدى يبقى سلوك مجتمعي. يعني يبقى عندك شوية صداع فتاخد مسكن منك لنفسك كده. انت مش دكتور، انت ممكن تبقى دارس هندسة، دارس تجارة، بس انت قررت انه علاج الصداع ان انت هتاخد مسكن. زورك بيوجعك على طول، تكلم الصيدلية مضاد حيوي، يلا اخد مضاد حيوي عشان ما مش عنديش وقت بقى لسه هقعد اتعب واقعد لي يومين اجازة في البيت ومش عارف ايه، انا عايز اخف بسرعه بسرعه واخد مضاد حيوي من نفسي. لما مثلا يا اسماء البرد، اجي عندي برد، جاري على الصيدليه حقنه البرد عارفه اللي هي المشكله في عباره عن ايه؟ مزيج ما بين مضاد حيوي وفيتامينات ومسكنات، وهي كارثه اصلا. لو يعني انا بعمل كده في نفسي هقول غلط، بس يعني كمان اسكت. لكن المشكله ان احنا كمان بندي لبعض النصائح، يعني اتصل بقى بصاحبتي طب فتقول لي خدي الروشته كذا، فتكتب لي الروشته دي، بقى الكارثه الاكبر بالتاكيد. يعني الحقيقه انه هيئه الدواء المصريه كمان في هذا يعني الموضوع ده بالذات قالت ان التدخلات الدوائيه بتسبب اضرار كبيره جدا، وبيفضل يعني يا ريت يا ريت لو مش هنتعب حضراتكم نستشير الطبيب قبل الحصول على الادويه. خلونا نعرف التفاصيل وايه الاضرار اللي ممكن تلحق بينا لو احنا تصرفنا هذا السلوك تجاه الادويه. معانا على التليفون دكتور حماده شريف، معاون رئيس هيئه الدواء لشؤون التواصل المجتمعي. صباح الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، برحب بحضرتك. ايه الحاجات المضره؟ يعني يمكن ذكرنا بعض الامثله اللي احنا بنشوفها في حياتنا بشكل يومي، انك تسال حد انا عندي كذا يقول لك انا كان عندي اعراض شبه دي وخدت الدواء الفلاني وبقيت زي الحصان. ايه الاضرار يا دكتور من التصرفات دي؟ طيب نوضح نقطه كده مهمه جدا حضرتك وضحتيها، اللي هي فكره الثقافه الدوائيه. النهارده عشان اضمن الاستخدام الامن للدواء لازم ابدا اغرس مفاهيم الثقافه الدوائيه عند المصريين. يمكن هيئه الدواء المصريه ومنذ الانشاء ما اكتفتش بالدور الرقابي بتاعها، ولكن حصل تكامل بين الدور الرقابي والدور التوعوي. وفي الاطار ده هيئه الدواء بتشتغل على مجموعه من الحملات اللي هدفها بشكل رئيسي نوضح للمواطنين ايه هي المفاهيم البسيطه المفروض تبقى عندهم اللي تخليهم يقدروا يستعملوا الدواء بشكل امن. زي ما حضرتك اتكلمتي النهارده على التدخلات الدوائيه. التدخلات الدوائيه هي جزء من حمله هيئه الدواء للتعريف بالمفاهيم دي. طب يعني ايه تداخل دوائي؟ انا النهارده باخد دواء مكتوب في النشره بتاعته بعض الاثار العكسيه، تمام؟ ايوه. لكن استعمال الدواء ده مع دواء تاني او مع بعض الاكلات او حتى وانا بعاني من مرض ممكن يظهر اثار مش مكتوبه في النشره. طيب المطلوب مني انا اعمل ايه لما اخد دواء جديد؟ لازم ابلغ الدكتور بتاعي او الصيدلي عن الادويه التانيه اللي انا باخدها. مش بس الادويه، لو انا بعمل نظام غذائي معين لازم ابلغ بيه. لو باخد مكملات او ادويه عشبيه كتير مننا بننساها. الكلام ده ينطبق على المسكنات يا دكتور كمان، لانه الناس بتاخد المسكنات يعني بعشم شويه، ان هي بس هتخفف لي الالم وملهاش اثار جانبيه. طيب ما فيش دواء ملوش اثر جانبي، تمام؟ وكل دواء ليه مجموعه من المرضى المفروض ياخدوه، وفي ناس تانية محذره منه. دي قاعده ثابته. رقم اثنين، النهارده في موضوع المسكنات اول حاجه حضرتك وضحتيها فكرة التطبيب الذاتي، إن أنا مش كل ما أبقى عندي حاجة حاسس بيها آخد دواء. أو أسأل زميلي، أو أدخل على الإنترنت أدور. طبعًا ده خطأ فادح. المفروض الأدوية يا إما بيتم صرفها لو هي أدوية ما بتحتاجش روشتة عن طريق الصيدلي، أو بروح للطبيب لو عندي مشكلة. لكن فكرة إن أنا أتحرك على الدواء من غير طب ما يكون عندي هل ينفع يا دكتور خطأ. يعني من ضمن تحذيرات هيئة الدواء المصرية، هل ينفع انه استشير الصيدلي فقط؟ يعني في بعض الناس بتكلم الصيدلية تشرح له الاعراض وهو يوصف لها الدواء بدون فحص الحالة، يعني هل ده يجوز ولا ليه برضو اضرار؟ بصي مبدئيا هو احنا الصيدلي بيبقى عنده مجموعة من الادوية متقسمة نصين كبار، حاجة اسمها ادوية وصفية وادوية غير وصفية. الادوية الوصفية دي بتحتاج طبيب. الصيدلي لو انت قلت له اعراض خارج نطاق الأدوية الغير وصفية هيوجهك على الطبيب بشكل مباشر. كل الشكر ليك دكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء لشؤون التواصل المجتمعي. الحقيقة من وقت للتاني بتطلع هيئة الدواء وتحذر من هذا السلوك، الثقافة الدوائية في مصر. أرجوكم توقفوا عن أن أنتوا توصفوا لبعض أدوية. في مهنة بيدرسوا لها يا أسماء 7 سنين وبعدين دكتوراه ودراسات ومش عارف إيه وأبحاث علشان يبقى طبيب، فما ينفعش نوصل. لا احنا كلنا ما شاء الله 100 مليون طبيب في كل بيت مصر.